اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين كلامنا عن الرجبي المصري. اللي عايز يعرف اي حاجه عن اللعبه يتابعنا، لسه قدامنا نص ساعه نتكلم في كلام كتير. اروح لك كابتن حسن ناير رئيس الاتحاد، خطتك لنشر اللعبه اكيد بتبتدي بالسن الصغير، احنا اتكلمنا على الفريق الاول، ولكن انا عايز اسمع حضرتك بالنسبه للسن الصغير ايه خطتك؟ هو دلوقتي تاريخيا يعني او مش نقول لنا ان احنا نستخدم اللفظ ده، بس احنا دايما كان تركيزنا والريكروتنج او الجلب المواهب الجديده دايما كان بيبقى في سن الجامعه. يعني انا انضميت وانا في سن الجامعه، روانه هي في سن الجامعه، فدايما بتبقى الجامعه التارجت بتاعك بتبقى الاساسي. اه هو ده المكان الاساسي لجلب اللعيبه الجديده، ناس مهتمه بالرياضه او سابت رياضه وجايه تهتم، عايزه تهتم برياضه جديده، بيشوفوا الرجبي جسمه حلو بالظبط، جسم او عنده لياقه او عايز فبتاع، ويشوف ان برنامج الرجبي قد كده مثلا، في بطولات، في ماتشات طول السنه، في سفريات، في فين، فبتبقى حاجه ده دايما بتبقى ايه محل الجذب الرئيسي. يعيبه حاجه واحده ان انت بتاخد اللعيبه في سن اكبر شويه من 18 وانت طالع بس. هاويفر انت برضو ممكن يكون طالع لك ناس من يعني ناس كانت زي مثلا روان كانت بتلعب اوريدي رياضه ثانيه، فهي جايه لك برضو عندها شويه كونديشننج فيزيكلي كونديشننج، اه هتاخد شويه الانترودكشن وتكمل. فده اول حاجه. انا هقف على النقطه دي بس هسيب حضرتك تكمل بس كده. دلوقتي اللي احنا بنعمله جديد واللي يعني عملنا البرنامج ده مره ما كنت توفقش قوي، بس بنعيد اكتيفيشن بتاعه، اللي هو في برنامج مع الاتحاد الافريقي والاتحاد العالمي للرجبي اسمه جيت انتو رجبي. جيت انتو رجبي ده بالاساس بيستهدف الطلبه اللي في المدارس من سن 11 وانت طالع، ولاد وبنات. البرنامج في الاول بيأهل او بيقدم الرجبي للعيبه الصغيره دي بشكل مش فيهوش احتكاك بدني، هو مجرد اكتر ان هو حاجه فن، ان هو يتعلم قواعد اللعبه، يشوف فيديوهات، يتعلم ازاي يتحرك بجسمه وبالكوره، يتعلم المهارات الاساسيه بالتحرك بالكوره وبين غيرها. بشكل متعاونين في البرنامج ده؟ اه احنا في جزء من البرنامج ده، احنا السنه دي برضو في اوريدي مدارس موجوده، يعني انا في مصر اوريدي فيها فرق للرجبي، واحنا بنحاول نساعدهم ان هم، وفي منهم بطوله اوريدي في حوالي 8 مدارس بيلعبوا بينهم بطوله، واحنا بنحاول نساعدهم بنحاول ننشر في مدارس ثانيه. فده دايما ده دايما خليني بدون ذكر اسامي، مدارس دي مدارس دوليه وخاصه ولا مدارس حكوميه؟ دوليه. ممتاز دوليه. ممتاز. طيب خليني برضو اقول حاجه، انه انت كلامك اللي انا شفته ده وعايز الساده المشاهدين سامعيني دلوقتي، انه مش الرجبي لعبه تناسبك، انت لو عندك 18 17 سنه وحاسس ان انت مش قادر تلعب رياضه، الرجبي تناسبك، وعندك يعني هنقول لكم تشادل زي ايه، وهنقول لكم الطرق ايه، وهنقول لكم الانديه اللي ممكن تروحها ازاي، وفرصه معانا طبعا كابتن حسام معانا في الاستوديو هيقول لنا